عنصر من عناصر وحياتنا سيدنا والله يشافيه ويعافيه. اهلا وسهلا بكم متتبعين جريدة نيوز بليز، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة. شاهدوا سكينة كتشاهدوا السكينة ديال جامايكا، مازال ما لقاوش الحل ديالهم، كيتقالبوا من المسؤولين. الكلمة ديالنا خويا هو بالنسبة للتهجير الأسرى للمدينة الصحيرة، ما بغيناش يكون سحاب الأذونات، بغيناهم يعطيوهم القاعة ديالهم، حيت هذا ظلم في حق الساكنة. أنا اللي عشت في هذه مدينة تمارة، زاديت فيها وعشت فيها 26 سنة، ما متزوج ما والو، واش غادي يسكتوني مع والدي نسكن معاهم في الصندوق ديال الوقيت؟ واش غنكون أسرة في مدينة الصحيرة؟ واش غادي ندير وليدات اللي غادي يعيشوا تما في مدينة الصحيرة اللي غيلقاو قدامهم غير الأجرة، ما غيلقاو حتى شي حاجة أخرى؟ حيت أول حاجة باين لنا تما هي باين لنا بار، ما باين لنا لا مدارس لا مساجد لا مرافق عمومية لا حتى شي حاجة، سبيطارات لا والو. أول حاجة هو باين لنا هنايا، باين لنا بار، أن أول واحد غادي يمشي تمايا غادي يكبر غيبان ليه بار، غيمشي يجرب، غادي يقول نمشي نشوف شنو هو الشراب هذا، وتا هو من تما غتبدا المسيرة الإجرامية ديال ولادنا. حيت حنايا عندنا باقيين دراري صغار، أنا اللي كندوي معاك عندي جوج خوتي صغار، أنايا بغيت نقعدهم من هاد من السكن العشوائي، بغيت نقعدهم، ولكن يمكن راه غادي نديهم أكثر من هاد السكن هذا، حيت هنايا كنقولوا راه كاينه مدرسه حدانا، كنقولوا كاين مساجد، كنقولوا كاين مرافق عموميه، اما الدشنين الصغيرات راه شحال من حاجه ما كايناش منهم مرافق عموميه، وشحال ديال الحقوق مهدومة. ونداء صاحب الجلاله، نداء صاحب الجلاله نصره الله، ملكنا العزيز ملكنا الحبيب اللي في هذه البلاد هذا يشوف من حل الساكنه ديال الدوار بن ناصر، وان شاء الله غيكون الخير ان شاء الله. وهاد المسؤولين المسؤولين حشومه عليهم، حشومه عليهم ضيعوا هاد الشعب هذا، حشومه عليهم، حشومه عليهم اننا كنجيو مطالب ديالنا وما كيخرج حتى شي واحد اللي يهضر معنا اللي يقول لنا دوي ولا قول حقك ولا شنو بغيتي، ولا كيخليونا بحال حاشاك البهائم هنا مسكفين، دوي غوت موت عيش دبر راس وشكرا. وكنتمناو من الله ومن الناس المسؤولين يديروا الحل لهاد الناس ديال الساكنه. شكرا على حق الله. ربيع الغزال رفع صوتك شويه. هاد الوقفه هادي هاد اللقاء اللي كان في الصباح احنا شاريين بعتلو سير راه على المباشر. سؤال بطبيعه الحال كنشكروا المناظر الصحفيه على التواجد ديالنا معنا والمواكبه ديالنا. اذا حنا كنتواجدوا امام بشويه مدينه تماره بطبيعه الحال في هذه الصبيحه اللي كان عندنا من بعد مجموعه من الوقفات والوقفه اللي كنا البارح غادي نعتصموا هنا، طلبوا منا باش نمشيو بحالنا، وغدا راه غادي يكون واحد الحوار مع السيد الباشا لانه هو كان في اجتماع بالعماله. اذا حنا كنا في الموعد اللي عطانا اللي هو الساعه 10، ودخلنا عند السيد الباشا ودرنا معاه اللقاء التواصلي فيما يخص هذه الوقفات السلميه الاحتجاجيه اللي كتقوم بها الساكنه ديال دور صبيح بمدينه تماره.
جلست مع السيد الباشا الحوار مسؤول كانت عطانا البديل السيد الباشا قالنا ما راح حبينا فتحنا الباب ديالو قالنا اشو خاصكم قلنا لي ودي وكان عبد ربي هو اول واحد متضحي وخديت البديره ودخلت قالوا ديال السيد الباشا حنا راه ساكنه كنرفضوا الرفض كنرفضوا الرفض التام للتهجير القسري الى مدينه الصخيرات كنرفضوا الرفض التام لمدينه الصخيرات كذلك كنرفضوا هذه الاتفاقيه اللي جاوا بها بطبيعه الحال مجموعه من الحقائب الوزاريه وبالاضافه الى مجلس العماله والجماعه الترابيه ديال مدينه التماره هاد التفاقية اللي مرات ظروف غامضة. إذن الجواب ديال السيد الباشا كان كالتالي. الجواب ديال الباشا قال لي أودي أنا ما عنديش علاقة بالاتفاقية واللي جاوبنا به راه كاينة غير الصخيرات يعني باقي مصممين هما السلطات باقي مصممة على الصخيرات وكتقول لك ما كاينة الصخيرات وكيقول كذلك هذا راه ماشي تهجير قصري. قال لك اودي راه الناس هذا السيد الباشا كلام السيد الباشا ما كنزيدش حاجه ما عندي راه يوم جمعه راه ما نكذب عليه ما نكذب على راسي. جاوبني عاوتاني قال لي يا ودي السي ربيع بحال هكا سماني بالاسم ديالي قال لي الناس راه كتحول الناس هذا راه ماشي تهجير قصري الناس راه كتحول كتمشي. من اللي غادي نجاوبوا غايجاوبوا الاخوان باش يجاوبوا على الجواب ديالو ارفض انه هو يتصنت لهم. قال لي ما ودي ما تجبدوش لي الاقداميه ما تجبدوش لي الناس ساكنه ولا ما ساكناش حنا كنعرفوا طالعين من الملف حنا ماشي ضد دوك الساكنه كانوا جيراننا ومشاو الله يسهل عليهم وتما مواطنين مغاربه وعندهم حريه التعبير وحريه الاراء ديالهم هما رضاو بديك التفاقيه لان نسباتهم. لماذا؟ ان اكثر منهم كثير منهم ما ساكنش في البراكه الكثير منهم ما ساكنش في البراكه ما كانوش ساكنين في البراكه يعني حد البراكه سادها نهار جا المسح نهار جا المسح الاخير والاحصاء الاخير اللي هو مسح اللي باش 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 تدوز باش يطبقوا العمليه اللي كاينه في الاتفاقيه جاوا هذوك الناس حلوا البيبان ديالهم ودخلوا ملي جات اللجنه صابتهم حصاتهم هذاك حقهم حنا ما كنقولوش شنو يعني وكان هذاك الشيء حتى هو فيه انه خير دليل راه هو الموضوع المطروح دابا في مدينه التماره ودابا راه ولا موضوع وطني اللي هو ايقاف مجموعه من المسؤولين اللي حصلت عليه مجموعه من المسائل اللي ما عادش ندير لها ماشي موضوعي هذا موضوع البرارك لان موضوع اخر. اذا حنا المطالب ديالنا المطالب ديالنا انه كنرفضوا الرفض التام ديال الاتفاقيه وكنرفضوا التهجير القسري وكذلك من بين المطالب ديالنا حنا راه ما يمكنش الجواب ديالنا علاش كنرفضوا راه ما يمكنش لا يعقل وهذا عيب وعار حنا راه ماشي اغبياء الاتفاقيه فيها مجموعه من الثغرات القانونيه اللي داروا فيها غير لائقه يعني كان بنادم ما تيفهم ما والو. واش عندك شي سؤال اخر؟ سي ربيع الكلمه الاخيره اللي تبغى توجهها للناس المسؤولين كما كنشوفوا هذه الخروقات اللي كتستمر في مدينه التماره. بالنسبه للخروقات راه ماشي غير دابا هذا الشيء كاين هذا الشيء راه تراكم منذ سنوات مجموعه من الناس اللي كتمثل وزاره الداخليه هنا في عمليه صخيره التماره راه مجموعه من الخروقات اللي تراكمات دازوا بزاف ديال الناس وكل كيخلي شويه من بين اللي خلاو سنه 87 كان مشكل ديال اعاده ايواء سائكيني دور الصفيح الاحصاء الاول اللي كان باش يعطيو الناس البقاعي ديالهم كانوا الناس خلصوا واحد التوصيلات انا ما نقولش ادونات لان ادونات البعض ما كيعرفهمش الناس بزاف هذاك الادون هو توصيل بالاداء توصيل باداء مبلغ مالي كيتراوح من 5000 درهم حتى مليون ونص هاد الناس خرجوا لي البقاعي ديالهم هذاك التوصيل فيه حتى العنوان ديال البقعه ديالو هاد البقاع كانت كتفرق على حي النهضه والمسيره واحد والمسيره جوج هذوك البقاع
تباعوا. وكانوا ناس مسؤولين هنا اللي سولنا البارح في الوقفه الاحتجاجيه قال لك هذوك البقع ما تخش تهضروا عليهم راه ما تباعوا. شكون باعهم؟ قال لك يا سيدي هذيك لقيتها السلطه ما كانتش كتدخل في الترحيل، كانت المجلس. المجلس انا ذاك البلدي ما كانش تقسيم الاداري بحال هكا، كان مجلس البلدي ديال مدينه تمارا، ما كانش الجماعه الترابيه. هذا بالجماعة الجماعه الترابيه واش الاداره كتستمر ولا ما كتستمرش؟ حنا كنعرفوا الاداره كتستمر. إذا كان مسؤول اليوم كهضر معايا وغدا مات، اللي جا من وراه ما يكملش معايا الاجراءات. يعني هاد الناس اللي جاو هادوك الناس مشاو ماتوا او تحولوا مناطق اخرى، لان الداخليه هي هذه. حنا عارفين القانون كيضرب 4 سنين وكتجي العمليه ديال تحويل النقل ديالو الى مدينه اخرى من طرف وزاره الداخليه. يعني هذاك المسؤول اللي مشى راه كيدير بلاصاسونس ديالو كيخلي الملفات اللي عنده لا من جماعه ولا من مسؤولين ديال السلطه. يعني خاص تكميل المساطير الاداريه خاصها تكمل. يعني الحين حنا كنتفاجئوا لسيد باشا كيقول لك هذا الملف ديال الادونات او التواصل الناس اللي مخلصين ما نهضروش عليه، الناس الاقدميه ما نهضروش عليك، ما نهضروش على الاقدميه. علاش؟ اسيدي راه الدستور ديالنا واحد المده ديال سنوات ملي كتضرب واحد 20 سنه وما فوق كتصبح ولد البلاد ولد هذه المنطقه. ملي كتسكن 20 سنه كتصبح ولد هذه المنطقه، كتصبح من السلاله ديال هذه المنطقه. يعني لا يعقل انك تجاوبني بهذا الجواب بحال ورا. لا يعقل كذلك اخوتي، راه اش نقول لكم؟ راه والله راه شي حوايج الا كيضروا في القلب هاد الناس المسؤولين كيقولوا لهم واش كيتلاعبوا بينا ولا شناهو. واش ملي كتقول لي الناس مشات ومضاويه بالشمع وما عندهاش